بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شرح مقرر 101 تقن السنة الأولى المشتركة جامعة الملك سعود. هذا chapter 1 session 1 introduction to computer، اللي هو مقدمة الكمبيوتر. في الكتاب راح نلاحظ أغلب السيشنز يكون فيها list of acronyms، جدول يحتوي على مجموعة من المصطلحات وتعريفات لها، من أهم المصطلحات الموجودة في هذا السيشن، وبرضه بعض الأحيان يحتوي على اختصار زي ما احنا نشوف هنا الـ ICT اختصار لـ Information Communication Technology. برضو هنا تعريف كمبيوتر electronic device. electronic من كلمة اللي هو الإلكتروني، من كلمة electricity اللي هي الكهرباء، device يعني جهاز، فالكمبيوتر عبارة عن جهاز كهربائي. hardware physical equipment، physical اللي هي المحسوسة، فهي الأجهزة المحسوسة. applications اللي هي different types of software program. طبعا هذه list of acronyms في بداية السيشن، لكنها مشروحة بالتفصيل أكثر داخل السيشن وراح نشوفها الحين. شو بداية يتكلم عن العصر الحديث أو القرن 21، ويسميه بعصر التقنية للاستخدامات الكبيرة والكثيرة في التقنية في هذا العصر الحديث، استخدامات في أكثر وأغلب المجالات من بينها مجال التعليم. بعدين يجي يقول لي what is computer، وش يعني كمبيوتر. هنا يذكر لي الكمبيوتر، كلمة كمبيوتر يقول لي derived from، يعني مأخوذة من كلمة compute. كلمة compute تعني means calculation، يعني حسابات. إذا كلمة كمبيوتر مأخوذة من كلمة compute والتي تعني calculation يعني حسابات، ولذلك إحنا باللغة العربية نسميه حاسب من الحساب. computer device which accepts data، يأخذ الداتا باستخدام، يستقبل الداتا باستخدام الـ input devices اللي هي الأجهزة المدخلة للبيانات، يسوي لها عمليات حسابية processing معالجة سواء عمليات حسابية أو غيرها، ويطلعها على شكل output باستخدام الـ output devices اللي مثل عليها الشاشة أو مثلا الطابعة، وبعض الأوقات يصير يسوي لها store اللي هو تخزين على حسب المطلوب منه. هذا بالنسبة لـ what is computer. نتكلم بعدها عن الـ history of computer اللي هو تاريخ الكمبيوتر. في كتاب مصنف لي تاريخ الكمبيوتر قبل ما يصنفه يقول لي الـ history of computer goes back several decades. several decades يعني مجموعة من العقود اللي هي عشرات السنين، فيرجع تاريخ الكمبيوتر إلى عشرات السنين. بداية كان في شخص اسمه بابجز. بابجز اخترع انجن، محرك ميكانيكي كان يستخدم as a first computer. كان يسوي basic calculators، فكان يسوي عمليات حسابية basic يعني بسيطة، فهذا كان أول computer. بابجز انجن كان موجود قبل الجنريشنز الخمسة المذكورة في الصورة هنا، كان موجود قبلهم بمئة سنة تقريبا. يجي بعدها يذكر لي الخمسة generations أو الخمس أجيال اللي موجودة في الصورة هنا. الجيل الأول منها الـ first generation بدأ في 1940 لحد 1956 تقريبا 16 سنة. استخدمت فيها الـ vacuum tubes اللي هي الصمامات المفرغة، وهذا صورة تمثلها. يجي بعدها الجنريشن اللي بعدها، الجنريشن الثاني بدأ في 1956 لحد 1963، واستخدم فيها الترانزستورز وهذا مثال لها كصورة. يجي بعدها الثيرد جنريشن، الجنريشن الثالث أو الجيل الثالث من الكمبيوترات، استخدم الانتجريتد سيركت
اللي هذه الصورة لها. 1964 يعني بعدها بسنة إلى 1971. الجيل الرابع من الكمبيوترات اللي استخدم لي في 1971 المايكرو بروسيسورز اللي هي المعالجات الحديثة. المعالجات الحديثة ما زالت موجودة في الأسواق، هذا لا يعني أنها انقطعت في 2010. والجنريشن اللي بعده اللي هو الجنريشن الخامس أو الجيل الخامس اللي هو اللي يستخدم الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي، ما زال يعتمد على المايكرو بروسيسورز. هذه الخمس جنريشن مذكورة، محطوط صور توضح لي تستخدم ايش بالضبط، انتجريتد سيركتس او مايكرو بروسيسور او الانتليجنت الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي. طيب كل ما انتقلنا من جنريشن الى اخر يقول لك leading to more impact, less expensive, more powerful, more efficient and robust machine. فكل ما انتقلنا من جنريشن الى اخر، الفاكيوم تيوب، التيوب الواحد بحجم ابهام مثلا يخزن جزء صغير من البيانات، لأن حجمه كبير عشان أخزن بيانات أكثر أحتاج مساحة أكبر، أحتاج طاقة أكثر، أغلى سعر. فكل ما انتقلت للجنريشن اللي بعده كل ما زادت القوة حقته، كل ما زاد كفاءة الأداء، كل ما كان أقل سعر من اللي بعده. كل ما اتجهت إلى الجنريشن الأجد كل ما كان أقل سعر بالنسبة لي وأكثر جودة في الأداء. نتكلم بعدها عن الفيتشرز اوف كمبيوتر اللي هي مميزات الكمبيوتر. المميزات اللي ذكر لي إياها في الكتاب يتكلم عن هاي سبيد اوف كالكوليشن اللي هو السرعة في الحسابات. برضه تتكلم عن الاتنتفنس اللي هو من الاتنشن من الانتباه. يتكلم عن البريسيشن اللي هي الدقة في البيانات. يتكلم عن الكونسستنسي اللي هي الثبات في المعلومات، كل ما اعطيتها نفس البيانات وحطيت عليها على نفس العمليات الحسابية راح يطلع لي نفس النتائج. برضه يتكلم عن هيوج كاباسيتي لستور الداتا، انا عندي مساحة كبيرة لتخزين البيانات في مكان صغير زي اللابتوب، فعندي هنا High Processor Speed اللي هي نفسها High Speed of Calculation، عندي Huge Storage اللي هي نفسها هنا مذكورة، لكن عندي بعضهم مذكورة في الكتاب مين موجودة في ما حولنا الصورة. في عندي Precision مذكورة قبلها، عندي هنا Diligence اللي هي إني أتأكد من المعلومة، إذا هو دقيق ويعطي معلومة مؤكدة. Versatility and Reliability هو متعدد المهام لكن في نفس الوقت ما يتلخبط ولا تدخل المهام في بعض، إذا هو يعتمد عليه. بعدين يتكلم يقول لي how computer works. how computer works كيف تشتغل الكمبيوترات. الكمبيوتر عبارة عن دمج integration بين الهاردوير والسوفتوير. الهاردوير زي ما قلنا هي الأجهزة أو الملحقات الملموسة أو الأجهزة الملموسة أو الأشياء الملموسة الموجودة في الكمبيوتر زي الشاشة زي الكيبورد زي المذر بورد، هذه الأجهزة الملموسة. بعدين عندي السوفتوير اللي هي البرامج والتطبيقات اللي موجودة، فالدمج بينهم يشتغل الكمبيوتر. بعدين يقولي برضو أن عندي different types of peripherals. different types of peripherals اللي هي الملحقات اللي موجودة بالكمبيوتر. البريفرنس الملحقات اللي مشبوكة بالكمبيوتر زي الطابعة زي الماوس زي الكيبورد. فالهاردوير ديفايسز اللي عندي تنقسم الى انبوت واوتبوت ديفايسز على حسب استخدامي لها. الكيبورد انا ادخل منه البيانات، اذا هو هاردوير لكنه انبوت هاردوير انبوت ديفايس. سكرين الشاشة اوتبوت ديفايس تطلع عليها النتائج، لكن لما تكون سكرين هذا عبارة عن تاتش أقدر أدخل منها، إذا تكون input output device. الطابعة تطلع عليها النتائج، إذا هي output device. ال programs اللي هي software programs coded with different programming languages. coded يعني مبرمجة باستخدام عدة لغات من البرمجة. interact graphically with the computer machine، نستخدمها وتطلع لي على شكل صور
زي البرامج الموجودة على الكمبيوترات أو حتى الهواتف الذكية، لأنها تصنف كمبيوترات، وبنشوفها إن شاء الله بعد شوي. بالنسبة للسي بي يو، السنترال بروسيسنج يونت، اللي هي وحدة المعالجة المركزية، هنا ذاكر لك إنها تسمى البرين أوف كمبيوتر. البرين أوف كمبيوتر ليش تسمى برين أوف كمبيوتر؟ المخ، لأنها هي اللي تسوي المعالجة، هي اللي تسوي العمليات على البيانات اللي تدخل للكمبيوتر باستخدام الانبوت ديفايس. فالصورة اللي بعدها توضحها أكثر. الديتا حقتي تدخل باستخدام الانبوت ديفايسز، زي مثلا عليها الماوس أو المايكروفون، أدخل منه صوتي للجهاز، أو حتى الكيبورد أدخل منه التكست للجهاز. دخلتها للكمبيوتر، يجي السي بي يو اللي هو Central Processing Unit يسوي عليها البروسيس اللي هي العمليات أو المعالجة، فيطلع لي على أساسها المعلومات اللي تنعرض على سكرين اللي هي الشاشة أو على الطابعة أو غيره، باستخدام الـ Output Device اللي هنا المثال اللي موجود عندي اللي هو سكرين اللي المقصود فيه الشاشة. تكلمني بعدها عن تطبيقات of computers, applications of computers. الابليكيشنز المذكورة الأربعة هذه، يتكلم الشابترز اللي بعد الشابتر الأول، كل واحد منهم تقريبا يتكلم عن واحد من هذه التطبيقات. فالشابتر اللي بعد اللي هو شابتر رقم 2 يتكلم عن networking and communication. فهنا ذاكر لي نبذة عن التطبيقات، وكل واحد منهم راح تاخذ عليه شرح كامل في الشابتر الخاص فيه. ففي البداية يتكلم لي عن Networking and Communication. يقول The computer has become an easy and best tool. سهل وأفضل أداة للتواصل الكمبيوتر within a network باستخدام الشبكة. يقول لي The network can be defined. الشبكة نفسها تعرف على التواصل connection and interaction، التفاعل between two or more computers. إذا التطبيقات للكمبيوتر مثال عليها التواصل بين شبكة الكمبيوترات أو شبكة الهواتف الذكية اللي موجودة الآن باستخدام using wire or wireless connections. wire باستخدام الشبكات السلكية واللاسلكية، ومثال عليها أو أكبر مثال عليها الإنترنت. وفي المصطلح الدارج الآن اللي هو Internet of Things، اللي هو تخاطب الأجهزة بين بعضها بعدم تدخل الإنسان أو تدخل الإنسان بدرجة قليلة جدا. في عندي Cloud Computing Concept اللي هو مفاهيم الحوسبة السحابية، اللي هو مثال عليها الوان درايف اللي موجود في الويندوز مثال، وراح نشوفها كلها ان شاء الله بالتفصيل في الشابتر الشابتر الثاني اللي يشرحها كامله. في عندي التطبيق الثاني للكمبيوتر Visualization and Multimedia Concepts، اللي هي الوساطة المتعددة والرسومات. من استخدامات الكمبيوتر استخدامنا للوسائط المتعددة الرسومات، استخدامنا للفيديوز، استخدامنا للسوفت ويرز والبرامج اللي تسوي لي العروض، سواء كانت فيديو أو عروض برزنتيشنز. فهنا برضو ذاكر لي إياها، بيقول لي من استخدامات الفيجواليزيشن يعني إحنا ممكن نستخدمها ونسوي charts, graphs, map عشان تسوي لي اختصار للديتا وتخليها أسهل للفهم وعرضها للأشخاص. من الـ Visualization Tools المشهورة الفوتوشوب والباوربوينت وبريزي اللي يسوي عليها العروض والبرزنتيشن، تستخدم لمعالجة البيانات هذه الابليكيشنز أو لعروض البرزنتيشن. باستخدام الملتيميديا والتقنية الحديثة نقدر نسوي تعديل على الأوديو، الصور والكتابة والأنيميشنز، البيكتشرز والفيديوز. نقدر نسوي interactive presentation بحيث أنها تكون
more interactive للأودينس، يعني تشد انتباههم أكثر، تكون أسهل لفهم المعلومة، و very useful to develop the animated والفيديو جيمز والانتراكتيف جيمز اللي منتشرة بشكل كبير في الفترة الحالية. برضو تستخدم في الألعاب وتستخدم في التعليم، اللي هي الـ Augmented Reality والـ Virtual Reality. الـ Augmented Reality اللي تسمى الواقع المعزز، الـ Virtual Reality اللي تسمى الواقع الافتراضي. تستخدم غالبا في الترفيه، في الـ Entertainment، في 3D. هذا بالنسبة للـ Virtual Reality، لما نلبس النظارة اللي تدخلني في اللعبة وكأني دخلت في غابة أو كأني رحت في مكان ثاني، فتغير الواقع اللي أنا فيه فتعطيني واقع افتراضي. الـ Augmented Reality لا، ما يغير لي الواقع كامل. أبسط مثال عليه الفلترز اللي موجودة في سناب شات مثلا، فهي تعطيني نفس الواقع نفس شكلي، لكن تغير مثلا كأني لبست نظارة أو تغير شيء بسيط، فهذا الواقع المعزز. التطبيق اللي بعده للكمبيوتر المذكور عندي الـ Software Development، اللي هي البرامج اللي موجودة كتطبيق للكمبيوترات. هنا نتكلم عن الـ Development of System Softwares. الـ System Softwares اللي مقصود فيها الـ Software اللي يشغل لي السيستم، يعني مثلا الـ iOS اللي يشغل لي الآيفونز، الماك او اس اللي يشغل لي أجهزة الماك، الويندوز، الأندرويد وغيره. أو نقدر نقول مثال عليها الـ End User Productive Tools. الـ End User اللي يستخدمها الـ End User، مو تشغل النظام. زي مثال عليها المايكروسوفت أوفيس اللي منها الباوربوينت والوورد وغيره. آخر تطبيقات الحاسب اللي مذكورة وعليها يكون آخر تشابتر في الكتاب، اللي هو الـ Information Security. الآن لما احنا تكلمنا عن عصر التقنية والعصر الحديث و الحوسبة السحابية والبيانات اللي موجودة على الكمبيوترات والبيانات والمعلومات اللي موجودة على الحوسبة السحابية اللي هي مخزنة في الكلاود، يعني بعيدة عني وما أقدر أنا أحتفظ فيها، أو على أجهزة ممكن تنسرق المعلومات اللي فيها. فأنا هنا أحتاج الـ Information Security، أحتاج يكون عندي حماية لهذه البيانات. لذلك أنا أستخدم Information Security، حماية للتقنية والبيانات والأجهزة. يقول الـ Information Security must be protected، لازم تحمى الـ Information هذه، ولازم أتأكد إنها confidentiality، أتأكد من الـ its confidentiality، أتأكد من سرية البيانات عشان أحميها، أتأكد من الـ integrity من نزاهة البيانات إن ما أحد غير عليها، أتأكد من الـ authenticity، أتأكد من البيانات هذه ما يشوفها إلا الأشخاص المقصود إنهم يشوفونها أو المسموح لهم إنهم يشوفونها. إذا هذا راح يذكر بالتفصيل إن شاء الله تعالى في آخر تشابتر من هذا الكتاب. شفنا قبل شوي 5 أجيال للكمبيوتر كتاريخ الكمبيوتر. الآن يصنف لي الكمبيوتر على 4 تصنيفات للكمبيوتر على حسب الكلاسيفايد للكمبيوتر، على حسب إيش؟ على حسب السايز والبرفورمانس، على حسب السايز والبرفورمانس، اللي هو ايش؟ اللي هو السايز اللي هو الحجم، برفورمانس اللي هو الاداء. فانا على حسب اداء جهاز الكمبيوتر وحجمه اقدر اصنفهم الى 4 تصنيفات. الاول هو الاكبر والاكفأ اداء، وطبعا الاغلى. فاول واحد الكمبيوتر اللي هو سوبر كمبيوتر. سوبر كمبيوتر يعتبر الـ highest operational rate، يعني أسرع عمليات حسابية كمبيوتر، but very expensive، لكن أغلى نوع. يستخدم في الساينتفك وفي الانجينيرينج، في الابليكيشن التطبيقات العلمية والهندسية، واللي تحتاج حسابات سريعة جدا. handle very large database،
ياخذ بيانات كبيرة جدا، يسوي عليها عمليات حسابية سريعة جدا، ويطلع لي النتائج بأسرع وقت. فهو ياخذ great amount of computation، فهو ياخذ مجموعة كبيرة من البيانات، يسوي عليها عمليات حسابية سريعة جدا، يطلع لي نتائج سريعة جدا. غالبا يستخدم لي الماثماتيكال كالكوليشن، عمليات الحسابية السريعة. مثال عليه الويذر فوركاستنج، يعني أنا أستخدمه أخذ بيانات للطقس من سنوات كثيرة، وأخذ بيانات تأثر على الطقس في السنوات السابقة، وأدخلها الويذر فوركاستنج اللي هو توقع الطقس، فأدخلها في الداتابيس المربوطة بالجهاز بالكمبيوتر هذا، وأخليه يسوي عليها عمليات حسابية بحيث إني أطلع التوقعات للطقس الفترة الجاية. يستخدم برضو للانيميتد جرافيكس، يستخدم للدايناميك كالكوليشن، يستخدم للنوكلير انرجي اللي هي الطاقة النووية، ويستخدم في البتروليوم اكسبلوريشن اللي هي التنقيب عن البترول. شاهين 2 اللي موجود هنا في الصورة هو سوبر كمبيوتر مسمى بشاهين 2، وطبعا كان في نسخة اللي قبله اللي هي شاهين 1. شاهين 2 هذا يعتبر السيفنث fastest، إذا هو السابع أسرع سوبر كمبيوتر في العالم. كم فيه من معالج؟ فيه 197,568 معالج، وياخذ 790 تيرا بايت، يعني ياخذ مساحة تخزين كبيرة جدا، ويشتغل بسرعة عالية جدا، ويطلع لي النتائج بسرعة عالية. شاهين 2 هذا وين موجود؟ طبعا الكتاب ما ذكر، لكنه موجود في السعودية، موجود في كاوست كينج عبد الله يونيفرسيتي للعلوم والتقنية اللي هي ساينس اند تكنولوجي. طيب هذا أسرع كمبيوتر، أكبر كمبيوتر حجما، أكثر قدرة على تخزين البيانات. يجي بعدها المين فريم كمبيوتر. المين فريم كمبيوتر ما زال كبير في الحجم، ما زال يتحمل عدد كبير من البيانات أو مساحة كبيرة من التخزين، لكن يتميز عن السوبر كمبيوتر بشيء، طبعا أرخص منه لكن هنا ما أذكر، يتميز عنه بشيء. يقول لي comparison، يقول هو ما زال large size، وما زال ياخذ high volume of data processing، يعالج البيانات بشكل كبير، لكن يعالجها simultaneously data processing for hundreds and thousands of users. فهذا هو الفرق بينه وبين السوبر كمبيوتر. السوبر كمبيوتر ياخذ عدد او حجم كبير من البيانات، عدد كبير من البيانات، يسوي عليها عمليات حسابية، يطلع نتيجة بسرعة. لكن المين فريم يستخدم لما أنا عندي بيانات كثيرة يستخدمونها ناس كثيرين في نفس الوقت، users thousands and hundreds of thousands users في نفس الوقت. يعني هنا المثال اللي ذاكرينه اللي هو the Ministry of Interior اللي هي وزارة الداخلية. وزارة الداخلية عندها مجموعة من التطبيقات، مثال عليها تطبيق أبشر، وبعض تطبيقات الجوازات، وتطبيقات الأحوال وغيرها. فأنا لما يدخل علي أكثر من يوزر على هذا التطبيق، ويحتاج كل واحد منهم يسوي يستخدمه بطريقة مختلفة عن الثاني، فأنا أبغى أخدم مجموعة يوزرز آلاف الأشخاص يدخلون في نفس الوقت، يستخدمون بيانات كثيرة مرة، ويسوون عليها عمليات حسابية وعمليات مختلفة في نفس الوقت simultaneously. فهنا يكون المين فريم أفضل من السوبر كمبيوتر. السوبر كمبيوتر انا بطلع عمليات حسابيه بسرعه على بيانات كبيره مره، وبطلع عليها عمليات حسابيه في اسرع وقت، هنا يكون السوبر كمبيوتر افضل اداء. فهنا يجي يقول الكومباريجن اللي هو المقارنه بين السوبر كمبيوتر والمين فريم. المين فريم uses its power to execute many programs، اكثر من كمبيوتر concurrently، في اكثر من بروجرام سوري، اكثر من برنامج concurrently في نفس الوقت، while بالمقابل السوبر كمبيوتر executes single program much faster،
as fast as it can. إذن البرنامج الواحد يطلع نتائجه بسرعة فائقة باستخدام بيانات كبيرة مرة، هذا اللي هو السوبر كمبيوتر. أما المين فريم يستخدمه يوزرز كثيرين، مئات وآلاف يستخدمونه لتطبيقات مختلفة، بس إنه في نفس الوقت يقدر إنه يطلع نتائج مختلفة كبيرة، البيانات كبيرة برضو كبيرة مرة، عدد الأشخاص يدخلون في نفس الوقت كثيرين، البرامج مستخدمة كثيرة مرة. فهنا الفرق بين استخدام المين فريم واستخدام السوبر كمبيوتر. يجي التصنيف الثالث، اللي هو المصطلح ميني كمبيوتر. الميني كمبيوتر أصغر حجم من السوبر كمبيوتر والمين فريم، وأقل تكلفة، أقل تخزين، لكنه ما زال يعتبر كبير. فيقول لك smaller في الفيزيكال سايز، small when يستخدم used at small or mid اللي هو medium range servers operating businesses، يستخدم في البزنسز والساينتفك ابليكيشنز اللي تعتبر صغيرة او medium. طبعا هنا لما قال صغيرة يقصد 400 الى 200 يوزر او اكثر، هناك قال مئات والاف في المين فريم. فلما يكون عندي من 4 الى 200 يوزر في نفس الوقت، انا اقدر استخدم لهم ميني كمبيوتر. طبعا هنا يرجع يقول لي a term of mini computer has diminished، ما عاد صار يستخدم، فاستخدم بداله المصطلح server. اذا mini computer هو اصغر في الحجم واصغر في البيانات اللي يعالجها، ويستخدم في الأماكن التجارية أو scientific applications small to medium range. والمصطلح نفسه حق الميني كمبيوتر ما عاد صار مستخدم، صار يستخدمون بداله مصطلح servers. ويقول supporting من 4 إلى 200 users simultaneously، يعني إذا أنا عندي مثلا game وأبغى أشغلها كبزنس وعندي دخل أكثر من 200 شخص وصار السيرفر ما يتحمل، ترى أنا منين ملزوم إني أروح أجيب مين فريم، لأن المين فريم أكبر بكثير من السيرفر وأغلى بكثير ومو متوفر زي ما متوفر في السيرفرات. فأنا ممكن أجيب سيرفر ثاني، إذا هذا يتحمل إلى 200 أجيب سيرفر ثاني يتحمل إلى 400، يصير مجموع وهكذا. هذا بالنسبة للميني كمبيوتر. وطبعا مصطلح ميني كمبيوتر زي ما قال هنا أنه صار غير مستخدم، أقل استخدامه كثير، صار يستبدلونه بمصطلح سيرفر. آخر تصنيف من التصنيفات الأربعة المذكورة اللي هو المايكرو كمبيوتر. المايكرو أصغر من الميني. فالمايكرو مصنف لي أو حاط لي أمثلة عليه، من بينهم الديسكتوب المعروف، الديسكتوب كمبيوتر اللي هو البيرسونال اللي هو الجهاز الشخصي. ليش سموه ديسكتوب؟ لأنه ينحط على سطح المكتب اللي هو على طاولة المكتب. يقول لك fit on a desk، إذا يكفي مساحته مساحة المكتب. ديزاين إنه ينحط في اللوكيشن وما يتغير، والسايز والباور حقه يكفي شخص واحد. اللابتوب يعتبر برضو مايكرو كمبيوتر، لكنه الفرق بينه وبين الديسكتوب انه بورتبل، محمول تقدرين تروحين فيه تحطينه معك، مو انه لازم ينحط على الديسك. البورتبل كمبيوتر اللي هو اللابتوب انتجريتد، دامج بين السكرين اللي هي الشاشة والكيبورد، مو زي الديسكتوب الشاشة الحال والكيبورد الحال نشبكهم بالجهاز. وجنرالي عادة يكون smaller than a desktop ولارجر than النوتبوك. النوتبوك هنا صنفه مع هذا التصنيف، حط البالم توب والديجيتال دايري والنوتبوك والبي دي ايز. وبرضه هنا التصنيف الأخير يعتبر تصنيف يشمل الهواتف الذكية اللي هي سمارت فونز،
ليش؟ لأنها هي على هاند سايز، على حجم اليد، كمبيوترات على حجم اليد، ويكون ما فيها كيبورد خاص فيها، يكون فيها سكرين. السكرين هذه تشمل input و output device، نقدر ندخل منها لأنها touch، ندخل منها البيانات وتطلع عليها المخرجات. نتكلم الآن عن الـ computer peripheral devices. زي ما قلنا قبل شوي، الـ peripherals اللي هي الملحقات اللي موجودة على الجهاز واللي مشبوكة بالجهاز، وتصنف على حسب الخدمة اللي تسوي لي إياها، هي input ولا output. الـ input devices اللي يدخل فيها البيانات، الـ output devices اللي تخرج البيانات أو المعلومات. فمثال على الـ input devices: الكيبورد اللي هي لوحة المفاتيح، الماوس، الفأرة، والسكانر اللي هي الماسح الضوئي. فأنا لما أدخل المستندات حقتي في السكانر تدخل للجهاز على أساس على الجهاز الكمبيوتر على أنها input، فهي bring data into the system. طبعا يسوي عليها process by a system unit اللي بنشوفها بعد شوي، وبعدين تعطيني provide the end user the output باستخدام the output devices. المونيتور نفسها سكرين لكنها مصطلحين مختلفين لنفس الشيء اللي هو عبارة عن الشاشة. البرينتر الطابعة، والسبيكر. السبيكر المقصود فيه هنا السماعات، لأنها output تطلع لي الصوت. إذا أنا أبغى أخذ الصوت as an input أستخدم الميكروفون، الميكروفون input device. طبعا دي السيستم يونت. السيستم يونت زي ما احنا شايفين الصورة هنا عبارة عن الجهاز اللي فيه المعالجة للبيانات، known as system cabinet اللي هي الكابينة هذه حقت الكمبيوتر. طبعا هنا وش تحتوي عليه؟ contain المذربورد والcentral processing unit CPU، أساسا هذا موجود في المذربورد، والميموري يونت برضو في المذربورد. فالمذربورد هنا المين برينتد سيركت بورد سيستم، هذا اللي متكونة منه. communicate between many electronic components of the system. provide connectors for the peripherals. إذا هي اللي تشبك فيها البريفيرالز، وهي اللي موجود فيها central processing unit، وهي اللي موجود فيها الميموري يونت الأساسية. لذلك المذربورد تسمى الهارت اوف ذا كمبيوتر. فالان احنا عندنا في الكتاب ذاكر لي البرين اوف ذا كمبيوتر اللي هو السي بي يو، اللي موجود في الهارت اوف ذا كمبيوتر اللي هي المذربورد. السي بي يو اللي هو السنترال بروسيسنج يونت كنترولز، يتحكم بالانستركشنز اللي هي الاوامر اللي تعطيني اياها او تدخل عن طريق الانبوت والاوتبوت ديفايسز تو بروسيس البيانات اللي موجودة، ولذلك يسمى الـ brain of the computer. ونذكرت مرة ثانية الـ CPU consists of، في جوا الـ CPU في وحدتين. في الوحدة الأولى اللي هي الوحدة الخاصة بالـ arithmetic logic unit، والوحدة الثانية اللي هي الـ control unit، وكل وحدة لها اختصارها. الـ arithmetic logic unit اللي هي ALU تختص بـ arithmetic من الماثماتيك اللي هو الرياضيات، اللي هي العمليات الحسابية اللي هي عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة. logical اللي هي العمليات المنطقية اللي هي أقل من، أصغر من، يساوي أو لا يساوي. لما تكون الانستركشنز عبارة عن عمليات حسابية أو عمليات منطقية، الـ CPU يحولها للـ arithmetic logical unit اللي تتعامل معها. لما تكون الانستركشنز اللي موجودة أي شيء آخر غير اللي تستخدم لها الـ arithmetic logical unit، يحولها للـ control unit to deal with. So the rest of computer instructions تتحول للـ CPU اللي هي الـ control unit. في الأخير آخر جزء من الكمبيوتر اللي هو الميموري ديفايسز اللي هو الذاكرة. الذاكرة هنا مقسم لي إياها، الميموري ديفايس ستورز الداتا تخزن البيانات،
and programs، برضه تخزن لي البرامج اللي موجوده، يعني نظام التشغيل الويندوز مثلا في الكمبيوترات، او نظام الماك او اس اللي موجود على اجهزه الماك، او الاي او اس اللي موجود على الايفون، او الاندرويد اللي موجود على بعض الهواتف الذكيه، هذا مخزن في الذاكره في الميموري. الميموري يقول لك تتقسم الى نوعين، temporary permanent. temporary يعني مؤقتة، البرمننت يعني ثابتة. الميموري فيها برايمري أساسية، وفيها سكندري ثانوية. البرايمري الأساسية تسمى المين ميموري، فالبرايمري برضو تسمى الميموري. هذه consist of، تتكون من الرام والروم. الرام هنا ذكرت لك إياها random access memory، الروم read only memory. هذول الثنتين الراندوم اكسس ميموري، هذول الثنتين تتكون منهم المين ميموري. الراندوم اكسس ميموري اللي فيها الانستركشنز اللي يتعامل معاها السي بي يو، الريد اونلي ميموري الروم اللي فيها الانستركشنز اللي تشغل الجهاز اصلا، فهذه مخزنه في كل مره يشتغل الجهاز تشتغل، اول ما يخلص خلاص. اذا هذه بيرمننتلي ثابته، هذه الرام تمبرري. السي بي يو يستخدمها بعد ما سكر الجهاز تروح كلها، ما تنحفظ، إذا هي تنحفظ فترة مؤقتة بس، بعد مجرد ما أسكر الجهاز تختفي. لكن في شيء اسمه secondary storage، الميموري اللي تعتبر secondary storage تعتبر permanent. ليش؟ لأنها تقعد لفترة طويلة تتخزن. طيب secondary storage هذه تستخدم إيش؟ تستخدم لي الانفورميشن انها تتخزن permanently دائما بشكل دائم، فاستخدم فيها الديفايسز هذه اللي هي ال HDD اللي هم مقصود فيها هارد ديسك درايف. الهارد ديسك اللي موجود في الجهاز هو اللي اخزن فيه البيانات حقتي، واللي اخزن فيه الصور حقتي، اخزن فيه الفيديوهات، الدوكيمنت عندي. اذا هو عبارة عن permanent storage، وبرضه يسمى secondary storage أو permanent memory، وعبارة عن secondary storage. الDVD، السي دي، الفلاش درايف، الميموري كارد، كلها عبارة عن secondary storage permanently ثابتة فترة طويلة ما تنحذف. التمبراري اللي هي الرام اللي موجودة في البرايمري ميموري، والبرايمري ميموري فيها الرام والروم. بكذا إن شاء الله نصير خلصنا شرح سيشن 1 من شابتر 1. في عندنا في نهاية كل سيشن بعض الأسئلة والإجابات موجودة عندكم. في نهاية السيشن راح يكون في عندي رسم بياني يوضح الجزئيات اللي شرحناها. في البداية شفنا مقدمة واتس كمبيوتر وتعريف للكمبيوتر، شفنا تاريخ الكمبيوتر والتصنيفات للأجيال الخمسة اللي موجودة، وكل واحد وش كان يستخدم، التواريخ من متى بدأ متى انتهى. features في الكمبيوتر، المميزات شفناها للكمبيوتر، كيف يشتغل الكمبيوتر والدمج بين الهاردوير والسوفتوير والبرفيرالز الموجودة، التطبيقات للكمبيوتر اللي قلنا أن كل واحد منهم راح يكون في chapter كامل يشرحه. classification of computer، التصنيفات للكمبيوتر على حسب الحجم والأداء. شفنا أول تصنيف كان السوبر كمبيوتر، وكان أسرع في عمليات الحسابية للبيانات الكبيرة، وأكبرهم حجما وأكثرهم تكلفة. يجي بعده المين فريم اللي شفنا أنه يسوي عمليات كثيرة في وقت واحد، يستخدمه مئات بل آلاف اليوزرز في نفس الوقت على أبليكيشنز مختلفة، وطلع لي نتائج سريعة جدا. حجمه أصغر من السوبر كمبيوتر لكنه يفرق في استخدامه عنه. شفنا بعدها الميني كمبيوتر اللي قلنا هذا المصطلح ما عاد يستخدم، صار يستخدم بداله مصطلح السوبر كمبيوتر، استخدم بداله مصطلح السيرفرز. وشفنا أن السيرفرز نقدر نستخدمه من 4 أشخاص إلى 200 شخص.
ونقدر ان احنا نجيب سيرفر ثاني ونشبكه على نفس البروجرام او نفس الجيم مثلا وغيره. شفنا اخر تصنيف من الكمبيوترات اللي هو المايكرو كمبيوتر، اللي يدخل من ضمن الجهاز الشخصي، الكمبيوتر اللي على سطح المكتب، الجهاز اللابتوب، جهاز الهاتف الذكي، وجهاز البالم توب، وجهاز النوت بوك وغيره. في الأخير شفنا الكمبيوتر Peripherals Devices اللي تنقسم إلى هذه الثلاث أقسام، الـ Input Output Devices، وشفنا معناها وش تعني وكيف ندخل منها البيانات وكيف تخرج البيانات. شفنا السيستم يونت وش تتكون منه، وعرفنا البرين اوف كمبيوتر اللي هو السي بي يو، وعرفنا الهارت اوف كمبيوتر اللي هي المذر بورد، وشفنا الميموري ديفايسز وتقسيماتها، البرايمري ميموري والسكندري ميموري، والبرايمري اللي هي المين وفيها الرام والروم اللي يستخدمها السي بي يو الرام، وهي عبارة عن تمبرولي مؤقتة وتختفي بمجرد ما نسكر الجهاز او تنتهي من استخدامها، والروم اللي موجودة فيها الانستركشنز اللي تفتح للجهاز اساسا، وهذه اللي تتكون منها المين ميموري، والسكندري ميموري اللي هي زي الهارد درايف، الهارد ديسك اللي موجود عندي في الجهاز اللي يخزني الدوكيومنتس، ومثال عليها الدي في دي او السي دي او الفلاش اللي احنا نعرفه. وبكذا ان شاء الله نصير خلصنا سيشن 1، وشكرا لكم.